مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ زياد الصغير، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة. مساء الخير أبو حازم، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. سيد أبو حازم، في البداية يعني بكل تأكيد لوجود الفلسطينيين في سوريا لهم وقع على ما يبدو فيما يحدث الآن في سوريا. الكثير من المخيمات الفلسطينية تعرضت للجرائم الإرهابية ودخول الإرهابيين إلى هذه المخيمات وارتكاب جرائم بحق أهلنا الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي السورية. إلى أي حد هذا الأمر مرتبط بما كان مخططا لسوريا سابقا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك أخت وفاء وإلى الإخوة المشاهدين. بالنسبة للمخيمات الفلسطينية وما يجري على الساحة السورية، لا شك أن هناك مصلحة للمسلحين في سوريا المرتبطين في المؤامرة التي تتعرض لها سوريا، وكلنا نعرف أن سوريا تتعرض إلى مؤامرة كبرى دولية كونية. هذه المؤامرة لها عدة أهداف. الهدف الأساسي أو السياسي منها هو إخراج سوريا من دورها كدولة مقاومة وداعمة للمقاومة ولخط المقاومة وتحافظ على استقلالها الوطني، ومن أجل تمزيقها، وهذا الهدف السياسي. أما الهدف الاقتصادي هو السيطرة على كل ثروات سوريا، وخاصة ما اكتشف في الفترة الأخيرة من نفط، في سواء كان في منطقة البحر أو أنه في كتلة كبيرة من الغاز في داخل الأراضي السورية. هذه الأهداف الحقيقية من المؤامرة على سوريا. والهدف الاستراتيجي في هذا هو أيضا حينما لو نجحوا في هذا تدمير سوريا أو تحقيق هدفهم السياسي، الهدف منه بالمحصلة هو تصفية القضية الفلسطينية والخلاص من القضية الفلسطينية والخلاص من الجولان، وتصبح إسرائيل مرتاحة وقائدة لكل هذه المنطقة اللي كانت الولايات المتحدة تتحدث عن ما يسمى الشرق الأوسط الكبير، والتي تعتبر في إسرائيل هي المركز الأساسي لكل هذه القوى في المنطقة. سوريا هي التي تقف أمام هذا العائق، وخاصة أننا نعرف أن استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة هدفين. الهدف الأول هو حماية إسرائيل، والهدف الاستراتيجي الثاني هو السيطرة على كل مناطق الثروات في الوطن العربي. فمن هنا بدأت المؤامرة على سوريا. إذن حتى تتلائم الأمور مع بعضها البعض، إذن كان الفلسطينيين في سوريا وفي مخيمات سوريا هدفا للمجموعات الإرهابية، لأنهم ينفذون الأجندات الأمريكية وينفذون أجندات لمصلحة إسرائيل. أنا هنا لابد من أن أعطي بعض الأمثلة في هذا الموضوع. مثلا طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة عبر عملائهم من المسلحين أنهم يضربوا أحد المواقع الهامة في منطقة إزرع، والتي كانت فيها مراقبة لكل تحركات الجيش الإسرائيلي، يعني مركز اتصالات. إذن لما بضربوا هذا الهدف، إذن هو الهدف تنفيذ أجندات صهيونية. وخاصة في المراحل الأيام الأخيرة، في هذه الأيام نرى أنه إسرائيل أصبحت تدخل في المؤامرة على سوريا بشكل مباشر مع المسلحين، وهذا ما ثبت في الجولان. هلا بالنسبة للشأن الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية، سوريا الدولة حددت موقفها تماما وكانت حريصة على الشعب الفلسطيني أن لا يزج في هذه المعركة الداخلية. هذا بالنسبة للدولة، ولهذا تركت الأمر الفلسطينيين أنهم يدوروا شؤونهم في داخل المخيمات لوحدهم. لكن هناك أطراف أخرى موجودة على الساحة وليست بخاطر أحد، هو المسلحين، هم الذين استهدفوا المخيمات الفلسطينية، وهم استهدفوها منذ البدايات الأولى. وأنا أتذكر حينما حصلت المشكلة في درعا
منذ نيسان 2011 دخلوا إلى مخيم درعا وحاولوا أكثر من مرة، ووقفت أمامهم جماهيرنا مع الفصائل الفلسطينية مع القوى الشعبية الفلسطينية وأخرجتهم بالتي أحسن، ثم أعادوا الكرة من جديد، وهكذا حاولوا في درعا أول مرة، وحاولوا في اللاذقية على المخيم الرملي الجنوبي، وحاولوا على مخيم العائدين في حماة ومخيم حمص، وكانوا المسلحين دائما وأبدا يستهدفون، وفي حلب أيضا كانوا المسلحين هم الذين يستهدفون مخيماتنا الفلسطينية، لأنهم يريدوا أن ينفذوا ما تريده الكيان الصهيوني من تهجير جديد للفلسطيني من سوريا، ولهذا دخلوا على المخيمات واجهناهم. يعني ما مصلحة إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من سوريا؟ حتى لا يكون هناك، معروف أن الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية هي بؤر ثورية فيها كل الفصائل الوطنية الفلسطينية، فصائل التحالف الفلسطيني التي تمارس دورها السياسي والإعلامي والقتالي في داخل الأرض المحتلة، ولها امتداداتها في داخل الأرض المحتلة كلها بشكل كامل، والاتصال مع جماهيرها، فمن مصلحتها أن تضرب الجزء المقاوم للشعب الفلسطيني وأن تهجر الشباب الفلسطيني من هذه المنطقة حتى لا يكون هذا المخيم بؤرة ثورية كما هو المخيمات في لبنان، كما هي المخيمات في الأردن، لتشكل عامل إضافي ثوري ومقاوم في مواجهة الكيان الصهيوني، فمصلحتها كبيرة جدا في أنها تصفي المخيمات الفلسطينية ولا تبقى في هذا وتهجرهم إلى المناطق البعيدة. وإلا ما معنى أن الدول الغربية وكثيرا من الدول الغربية من كندا لأستراليا لنرويج كلها تفتح الآن أبواب الهجرة للفلسطينيين، لأنها يريد أن يتخلصوا من الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة. نعم، أيضا يعني على اعتبار أنه حضرتك أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة، يعني لمن لا يعلم حركة فتح الانتفاضة هي مختلفة عن حركة فتح الموجودة في الضفة الغربية في رام الله يعني وفي فلسطين المحتلة بشكل عام، يعني بكل تأكيد لهم في كل مكان تواجد، أيضا أنتم لكم في داخل فلسطين المحتلة تواجد وخارج فلسطين المحتلة سواء في لبنان أو حتى هنا في سوريا وحتى في الأردن. وفي الأردن لنا متواجد. نعم نعم، يعني أنتم ك يعني فصائل مقاومة اليوم رأيتم كيف أن حماس خرجت من سوريا؟ من وجهة نظرك هل خروج حماس من سوريا بقياداتها أو خروج قيادات حماس فقط إنما يعني الأشخاص الذين يتبعون للحركة ما زالوا متواجدين قسم كبير منهم داخل الأراضي السورية أو ربما في الأردن، البعض انتقل إلى هناك، إلى أي حد تعتبر بأنه حماس تخلت عن هذا التكوين القوي الذي كان فعلا يضغط ويشكل عامل ضغط على الكيان الإسرائيلي داخل سوريا؟ نعم، هي حركة حماس منذ أن دخلت إلى سوريا منذ التسعينات كنا سعيدين جدا أن يكون هناك فلسطين فصيل فلسطيني وحركة مقاومة إسلامي ليتوحد العمل القومي والعمل الإسلامي في آن معد، وكنا مبسوطين جدا أن تكون حركة حماس في خط المقاومة، وجاءت وبقيت في سوريا، وقد أعطتها سوريا من الإمكانيات والتسهيلات لم يحظى أي فلسطين فلسطيني أي فصيل فلسطيني مثل ما أخذت حماس في سوريا، وأعطوا حرية كاملة، حتى أن أنا أعرف أن السيد خالد مشعل كان مسموح له أن يذهب في كل أسبوع من يوم الجمعة وأن يلقي خطب في داخل الجوامع في سوريا، وهذا لم يحصل له في أي دولة عربية غير سوريا. وبقيت حماس في التحالف الفلسطيني المشكل من 8 فصائل فلسطينية طيلة 10 السنوات الأخيرة، إلى أن جاءت الأحداث في سوريا وشعرنا أن هناك موقف ملتبس في البدايات الأولى لحماس، موقف ملتبس من الأحداث ما يجري في سوريا، وكانت تقول بأن هناك مطالب للشعب السوري ولا بد أن يكون نحن مع المطالب وإلى آخره، ونحن مع الدولة في آن واحد، هذا ما كانوا يتحدثوا وهم في داخل سوريا. قلنا لهم أن هناك مؤامرة كونية دولية
وماخذ كل أبعادها، ونعرف أبعادها، الولايات المتحدة والقوى الغربية وكلها تدعو من أجل إنهاء هذه الدولة اللي هي دولة المقاومة، وهو بالتالي هدف من أجل إنهاء كل المقاومة، وأنتم يجب أن تكونوا جزء من هذا الموضوع. فكيف يمكن أن نقول أن هناك حراكا شعبيا والذي يجري هناك عمليات مسلحة وبدأت تظهر وبدأت تترعرع هذه العمليات المسلحة، وبدأ هناك دخول المسلحين بكل الأشكال المختلفة، وبدأت هناك ما يسمى أصدقاء سوريا والمؤتمرات وكل هذا؟ طيب أمام أعينكم، هل تعتقدون أن ما يجري على سوريا إذا كان هناك بعض المطالب الحقة لبعض الناس في أوائل الأشهر الأولى من الأحداث في سوريا؟ صحيح قد يكون فيه منه الحكي، لكن الذي جرى هو مؤامرة كان يحضر لها منذ عام 2006، وقلنا لهم أن هذه مؤامرة كونية، كيف لا تروا أن هذه المؤامرة، هذا الذي يريد الإصلاح لماذا ينزل بالسلاح؟ لماذا حماس لم ترى كل هذه الأشياء؟ هذه الأشياء لأنه أنا باعتقادي أن حركة حماس كان خيارها واعتقدت واهمة أن الربيع العربي بعدما جاءت أحداث تونس وأحداث مصر وما سمي الربيع العربي، فاعتقدوا أنهم سيكون لهم حظوة في الوصول إلى السلطة في العالم وحكم العالم العربي من أجل برنامج الإخوان المسلمين المعروف، وهم جزء من الإخوان المسلمين، فبكل بساطة رجعوا إلى قاعدتهم، رجعوا إلى قاعدتهم الإخوان المسلمين من أجل الوصول إلى السلطة. ونحن نرى هنا يعني كيف تعاملت حماس في التحالف الفلسطيني. المؤسف أن حركة حماس وهي في التحالف الفلسطيني كان لا همها أن تتحدث بالانقسام الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية، الانقسام وكأنه لا شغل لنا إلا الانقسام الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية. طب ما في استحقاقات كبيرة جدا على الفصائل الفلسطينية، كيف نطور العمل المقاوم كما هو حزب الله، كما هي سوريا تطور نفسها، كما هي إيران، نطور المقاومة ضد الكيان الصهيوني. هل هذا كان لك يعني حماس لم تكن تتحدث ضمن هذا الإطار؟ لم تكن تتحدث أو تعول عليه، وكانت تعتقد أنها هي في غزة هي كافية أن تكون في المقاومة، وأخذت دعم كبير من سوريا ومن إيران، دعموها بالأسلحة وكان لها، وكنا سعيدين بهذا أن تبقى في خط المقاومة. لكن حماس حينما بدأ ما يسمى الربيع العربي، وهو ليس ربيعا عربيا، حينما بدأ حماس انتقلت إلى الخندق الآخر. المؤسف النخر، لأنه أنا لا أعتقد أن من يكون اليوم ضد سوريا وضد الرئيس بشار الأسد سيكون هو مع فلسطين. كل فلسطيني شريف ومقاوم يجب أن يكون مع سوريا، يعني ولكن هناك رؤية أخرى تقول لك يعني بأن الدول العربية تدعم القضية الفلسطينية، الجامعة العربية تدعم القضية الفلسطينية، قطر أيضا تدعم القضية الفلسطينية، وقبل أن يتنحى الأمير القطري ويسلم ابنه كان زار غزة، يعني هناك على ما يبدو أوراق تقوم بها قطر كانت من أجل القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بتبادل الأراضي، فيما يتعلق بعملية سلمية إسرائيلية فلسطينية. يعني ما الضير إن حماس دخلت ضمن هذا الإطار ولم تتصلب كما أنتم الآن متصلبون فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ يعني لماذا لم تروا الرؤية التي ربما تراها حماس وربما تكون لمصلحة الفلسطينيين؟ لا، إحنا نرى الأمر الحقيقة فيه تضليل كبير. أختي وفاء، أن الجامعة العربية اليوم هي تعمل من أجل القضية الفلسطينية، هذا ليس صحيحا. هي تتآمر على القضية الفلسطينية، لأنهم هؤلاء الذين تآمروا على سوريا فهم أيضا يتآمرون على فلسطين، ويدفعوا محمود عباس الصل الفلسطيني ويدفعوا حماس من أجل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيوني. هل تتوقع أن تفعل حماس الجناح السياسي لها؟ حماس حتى الآن لا مؤشر أنهم يتواصلوا بشكل مباشر مع الكيان، ولكن الآن هم في خندق الإخوان المسلمين، هم تحت رعاية قطر اللي لها علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني. وحينما أخذت الجامعة العربية أو ما تسمى الجامعة العربية، هي ليست جامعة عربية، هذه الجامعة وما يسمى الجامعة، حينما أخذت قراراً وشكلت
نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولم يكلفها الشعب الفلسطيني ولم تكلفها الأمة العربية بأنها تذهب من أجل الدفع لمحمود عباس بالموافقة على تبادل الأراضي. تبادل الأراضي هي خطوة خطيرة جدا. لم يبقى من القضية الفلسطينية ومن الحقوق الفلسطينية إلا هذه القضية، تبادل الأراضي والحدود، هذول النقطتين اللي لحد الآن مش متفق عليهم. تبادل الأراضي ماذا يعني تبادل الأراضي؟ هو أنه ينقل جزء من الشعب الفلسطيني الموجود في أراضي 48 إلى الصحراء، وأي تهجير الفلسطيني في أرضه من أرضه إلى أرضه، لكن من الأرض الحية إلى الأرض إلى الصحراء القاهرة. وينقل جزء من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية إلى خارج فلسطين المحتلة. هذا هو تبادل الأراضي. تبادل الأراضي خطوة تآمرية كبيرة جدا، وهي أخطر خطوات كما تم استيعابها أو انتهاء منها. كما هو القدس، يقال أنه من حقوق لها القدس عاصمة للدولة الفلسطينية كما يحلم محمود عباس، السيد محمود عباس، وكما تحلم كل قوى التي تحاول أن تلتقي وتقيم مفاوضات مع العدو. يقولوا أنه القدس عاصمة الإسرائيل، القدس تهودت وأصبحت يهودية، حتى الآن يقوم بتهويد كل معالمها بعبارات يهودية وبأسماء يهودية حتى يلغوا كل الأسماء الإسلامية والعربية فيها. القدس، الحدود، المستوطنات، لا تزال إسرائيل تقيم المستوطنات بحيث أنه أصبح لا يوجد أي متسع في داخل الضفة الغربية لإقامة مغفر فلسطيني مش دولة فلسطينية في الضفة الغربية. يعني برأيك خلال هاي السنتين، نعم، فيما يتعلق بالمستوطنات قبل أن بس تكمل، بس ياريت خليني أكمل هاي، هل بنت إسرائيل مستوطنات في هذين العامين أو أعلنت عن بناء مستوطنات أكثر بكثير من الأعوام السابقة؟ الأسبوعين اللي مضوا أعلنت عن 1000 وحدة سكنية الأسبوع الماضي. خلال هذين العامين، يعني كل خلال فترة هذا العامين صارت بانية أكثر من 3000 وحدة سكنية، وأعلنت عنها، مش مخفي يعني، موجود، اللي برجع للدراسات موجودة. إذا المستوطنات باقية وتم تهويد الضفة الغربية، القدس ليست عاصمة وتم تهويدها، حق العودة التغى، لغو. ومين تآمر عليه؟ تآمر عليه ما يسمى الجامعة العربية ومؤتمر القمة العربية اللي في بيروت، حاولوا أنهم يلغوه من المبادرة العربية وتم تجاوزه في المبادرات الأخرى. إذن قطر هي تلعب دور لتدفع كل مقاوم فلسطيني إلى التسوية السياسية وإلى المفاوضات من أجل الخلاص من القضية الفلسطينية وتصفيتها، وهذا في ظل انشغال سوريا في أوضاعها الداخلية، لأن سوريا تشكل العقبة الحقيقية في وجه هذه التسوية ومسارها بشكل كامل. فإحنا فتح الانتفاضة، نحن كنا نرى منذ 9/5/83 حينما انتفضت هذه الحركة على التسوية السياسية، حينما شعرنا أن هناك مفاوضات من تحت الطاولة تقوم بها القيادة الفلسطينية من أجل الوصول إلى اتفاقية. وجاءت المؤسف أنه كان حدثنا صحيح وكان تحركنا صحيح في 9/5/83، هذه الانتفاضة التي كشفت وأخرت الاتفاقات مع الكيان الصهيوني، اتفاقيات أوسلو 12 عام، ولكان مفترض من 84 يخلصوا منها، احنا أخرناها 12 عام. هذه انتفاضة فتح مع كل القوى الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية بدعم من سوريا، إبان عهد الراحل الكبير رحمة الله عليه حافظ الأسد، الذي دعم المقاومة ودعمنا في هذا الاتجاه، وأصبحنا في معروف أنه كانت إسرائيل وصلت إلى خط بيروت دمشق في لبنان، يعني احتلت معظم، وقاتلنا نحن والإخوة اللبنانيين وبدعم من سوريا، وكان هناك انتصارات كبيرة في لبنان بفضل دعم سوريا لهذه المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، والآن التي يمثلها هذه المقاومة الذي يمثلها حزب الله. نعم، سنتحدث طبعا بكل تأكيد عن حماس وحزب الله وهذا الانفصال في العلاقة ما بينهما،
لكن قبل يعني كان هناك قبل أن تخرج حماس من سوريا كان لديكم اجتماعات دورية كفصائل فلسطينية، وكانت حماس إحدى هذه الفصائل التي تجتمع معكم. متى عرفتم أن حماس خلص ستغادر سوريا وبأنها 100% انتقلت إلى الضفة الأخرى؟ متى شعرتم بهذا الأمر؟ احنا انا يعني لما كنا في التحالف الفلسطيني وتحدثنا في هذا الموضوع وكنا نتحدث في اطار الاطار المركزي للتحالف الثمانية اللي كانت حماس جزء منه، انا اعتقد بحزيران تقريبا بدا يبرز ان حماس ستكون في الخط الاخر، وبعدها خرجت حماس. لم تكن صدمة بالنسبة لكم خروج حماس؟ والله احنا يعني خلينا نكون شفافين في هذا الموضوع، احنا كنا نتمنى ان لا تخرج حماس، وكنا نتمنى ونعتبر وجود حماس في خط المقاومة هو مكسب للقضية الفلسطينية وليس العكس. نعم. كنا نتمنى هذا، لكن اعتقد ان حماس انخرطت في مشروع الاخوان المسلمين فلم تعد الى خط المقاومة. تواصلكم مع الأخوة في فلسطين، مع يعني كل الفلسطينيين المتواجدين تحت الاحتلال، احتلال الكيان الصهيوني، سنتحدث عن هذه العلاقة ما بينكم، لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير سيد أبو حازم ثم نعود لهذا الحوار. مشاهدينا الأكارم، بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم، أيضا من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ زياد الصغير أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة. مساء الخير مجددا سيد أبو حازم. أهلا يا كنا نتحدث قبل الفاصل عن علاقتكم بالأخوة الفلسطينيين في الضفة وفي غزة اليوم، يعني إلى أي حد اليوم يعني الفلسطينيين يعون تماما هذه المؤامرة ليست فقط على سوريا إنما على المقاومة بشكل عام، وهي تضر بشكل مباشر الفلسطينيين في داخل فلسطين المحتلة. إلى أي حد، ما هي نسبة الأشخاص في فلسطين تحديدا؟ أنه كنا نعلم بأنه حماس من الفصائل التي كان لديها عدد كبير من التابعين لها، هل ما زالت تملك حماس في الداخل الفلسطيني نفس القدر من المؤيدين لها بعد أن خرجت من سوريا وبعد أن يعني تكشف مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة وفي الوطن العربي؟ نعم، يعني أول شيء أنه امتدادات حركة حماس هي كانت قوية جدا ولها نشاط واسع جدا حقيقة في منطقة غزة وكان في الضفة، ولكن نتيجة المتابعة السابقة بحكي أنا، نتيجة المتابعة من السلطة الفلسطينية وهذا الصراع اللي موجود ما بين أو المنافسة ما بين حركة حماس وبين فتح اللجنة المركزية اللي هم في اتفاقات أوسلو، وكل يبحث عن سلطة لن يبحثوا عن حقوق فلسطينية، للمؤسف هذا الكلام اللي ممكن نحكيه، يبحثوا عن سلطة في الضفة ويتنافسوا عن السلطة، من هو يكون صاحب السلطة في الضفة الغربية؟ وإلى هذه اللحظة ولهذه اللحظة
طبعا هنا السلطة الممثلة وفتح المركزية لهم معروف السلطة، لهم تعاون كامل مع الأمن الصهيوني في الضفة الغربية، فكانوا بلاحقوا كوادر حماس وبلاحقوا كل التنظيمات الفلسطينية المقاومة. احنا بالنسبة لنا فتح الانتفاضة تنظيمنا في التنظيم، احنا شعرنا بهذا وكان تنظيمنا سري أكثر سري ويقوم في عمل مقاوم ليس أكثر بغض النظر عن كل الصعوبات اللي بنلاقيها وعن حتى الإمكانيات التي يعني لا تتيح لنا تطوير العمل. بغض النظر عن هذا إلا أنه التعاون الأمني ما بين السلطة وما بين إسرائيل هو يعني يحد كثير من العمل. أنا أريد أن أعطيك مثلين. مثل قامت قوات العاصفة اللي هو الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة بعملية قبل سنتين في جنوب مدينة الخليل، واستطاعوا أنهم يقتلوا مستوطن ويجرحوا واحد آخر، ثلاثة شباب. هذول الثلاث شباب نجحوا في العملية وذهبوا إلى قاعدتهم دون أن يتمكن العدو الصهيوني من الوصول إليهم. إلا أن السلطة بحكم وجود بعض المقربين لهم في داخل السلطة ومقربين من أقربائهم تمكنوا من إلقاء القبض عليهم السلطة وتسليمهم لإسرائيل، وحكموا الثلاثة. واحد حكم شاب اسمه سامر ونبيل وكل هؤلاء يعني الثلاث شباب هؤلاء حكموا، واحد 18 سنة واحد 19 واحد 20 سنة. من سلمهم هي السلطة الفلسطينية نتيجة التعاون ما بين الأمن الفلسطيني والأمن الإسرائيلي. هذا تتعرض فيه لكل هذا. قبل شهرين صار في عنا عملية شاب خرج من السجن وهو من فتح الانتفاضة الذي خلص أحد الجنود بندقيته وطعنه بالسكين وأخذ بندقيته وقام في على حاجز زعترة في نابلس. هذا الشاب أيضا تم الآن محاولة من فتح المركزية للتنصل من كل أهله والضغط على أهله والضغط على كل من هو حوله ومراقبتهم وملاحقتهم والطلب منهم والتحقيق معهم. هذا ما تقوم فيه اليوم الأجهزة الفلسطينية، يعني تعمل بالوكالة عن إسرائيل، عن إسرائيل، وحينما يكون هناك طلب تدخل إسرائيل وتأخذ من ما تريد. فهذا التعاون ما بين السلطة وما بين هذا حد كثير من القوة. الآن حركة حماس موجودة في الضفة، قسم كبير من كوادرها محطوطين بالسجن، محطوطين بالسجن وسجن السلطة، حتى سجن السلطة. ولكن المؤسف أنهم حركة حماس اليوم لا صاروا أقرب إلى التحالف مع محمود عباس، لأنهم اليوم أقرب مع النظام المصري مع محمد مرسي اللي يرسل الرسالة الشهيرة لشمعون بيريز عزيزي وصديقي. نعم. شمعون بيريز يعني خارج حتى عن التقليد الدبلوماسي، وهم الآن بإمرته وبإمرة قطر. طبعا أيضا سؤال يطرح نفسه، يعني حماس اليوم طالبت منذ فترة الدولة السورية بأن تكف يدها عن المخيمات الفلسطينية. هناك كثير من تساءل عندما خرجت حماس من سوريا لماذا خرجت ولم تحمي المخيمات الفلسطينية إذا كان النظام السوري سيؤذي هذه المخيمات. هذا أولا. ثانيا، إن كانت تخاف أيضا على الشعب الفلسطيني في سوريا لماذا لم تخرجوا معها إلى قطر؟ لماذا لم تذهب بالفلسطينيين الموجودين هنا إلى قطر؟ وكل هذا الأمر على ما يبدو تكشف فيما بعد بأنه كلام هراء، بدليل بأنه في معركة القصير التي كانت حاسمة وبقوة والتي تدخل فيها حزب الله من القسم المتعلق بالجهة اللبنانية، تم أسر حوالي كما يشاع حوالي 5 أشخاص من حركة حماس، تم أسرهم من قبل حزب الله وكانوا يقاتلون إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة في تلك المناطق. غير أن يعني هناك مناطق أخرى تبين أن لحركة حماس كوادر موجودة فيها، تبين أنه ليس فقط كوادر إنما هناك أيديها موجودة على الأرض من خلال التدريب الفعلي للجهات المسلحة أو للمجموعات الإرهابية المسلحة في الأرض بالطريقة التي كانت تدرب فيها حماس، فتقاطعت عدة أمور متعلقة بهذا الأمر. اليوم
ألا يؤذي الفلسطينيين أو الفصائل الفلسطينية هذا الخصام الشديد ما بين حركة حماس وما بين حزب الله، اللتين معروفتان بأنهما كانتا على تحالف استراتيجي كبير على اعتبار أنهما جهتان مقاومتان ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ إلى أي حد هذا الأمر يؤثر على الفلسطينيين؟ بالإضافة إلى ذلك يشاع بأنه حزب الله أعطى مهل معينة لحركة حماس المتواجدة على الأراضي اللبنانية لكي تخرج، إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟ يعني خلينا أبدأ من السؤال، نعم. من آخر السؤال، أنه حزب الله، أنا بعتقدش أنه حزب الله، أنا لا توجد عندنا أي معلومات، رغم أنه شباب موجودين ولم يكن هناك أي طلب من حزب الله لإخلاء حماس من الساحة اللبنانية، أعتقد نعم. هذا غير موجود حتى الآن، هاي معلومات، لا نعرف ماذا يخبئ المستقبل، هذا موضوع آخر، وهذا إخوة في حزب الله هم اللي قادرين يجاوبوا على هذا السؤال، وأعتقد أنه ما هو موجود حتى الآن، وهم حريصين أنهم ما يدخلوا حزب الله، حريص حزب الله أن لا يدخل في صراعات ثانوية لأنه همه القضية الفلسطينية وهمه فلسطين، هذا بالنسبة لحزب الله. أما بالنسبة لتأثير حركة حماس، ما في شك أنه بتأثر حركة حماس، لكنها هي الخاسرة الوحيدة، هي التي تخسر حركة حماس. أنا بعتقد حركة حماس حينما تخرج من خط المقاومة وتصبح عند قطر، شو بتعطيها قطر؟ حتى الأموال، الدعم، كما يتحدثهم، مش غيرهم، هم من اجتماعاتهم عم بيحكي، وصلنا أنه قطر لا تلبي لهم ما كان يأتيهم من دعم من خط المقاومة ومن دول المقاومة، بعد أن ضمنت أن لا رجع، بعد أن ضمنت أنه أخرجوهم. وهذه طبيعة الاستعمار وطبيعة الإمبريالية الأمريكية والدول الغربية، دائما حينما يكون هناك عميل بس يحترق بطلعوه، كما حصل اليوم في قطر، احترق حمد فخلص يخرج يجي بديله، أردوغان سيحترق ويخرج، ومحمد مرسي سيحترق ويخرج، هذا طبيعة الولايات المتحدة، لأنها تتعامل مع القوى، هذه القوى المرتبطة بها عبارة عن توابع وأحجار شطرنج، وتحرقهم في أي لحظة تتخلى عنهم، وهذا أمثلة كثير في التاريخ وجدناها، كثير من العملاء حتى السادات في تاريخه هم اللي احتضنوه، هم اللي دعموه، هم اللي جابوه، هو عمل كل هذه الاتفاقات وفي الأخير تخلوا عنه. بالتالي هذه الولايات المتحدة، حركة حماس ما أعطي لها من خط المقاومة من إيران ومن سوريا ومن دعم جماهيري فلسطيني وعربي لم يحظى في أي فصيل فلسطيني، ولكن للأسف هي اختارت هذا الطريق الآخر، هذا الطريق الآخر هو ضد خط المقاومة. أنا بعتقد حماس ستكون الخاسر الوحيد. المؤسف أن شعبنا الفلسطيني أيضا سيخرج، يعني سيخسر أيضا بهذا، لأنه إحنا حريصين أن تكون حماس وغير حماس وكل الشعب الفلسطيني وفتح المركزية في خط المقاومة، هذه رغبتنا ونتمنى هذا، نتمنى على السيد محمود عباس الخروج من اتفاقيات أوسلو، نتمنى على حركة حماس أن تخرج من محور قطر تركيا وأردوغان وتصبح في خط المقاومة، احنا هذا نتمناه، ولا ضير في ذلك إذا بيجوا، لكن هم الخاسرين لأنه جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية حينما تكتشف أن أولئك أي جهة كانت تخرج عن خط المقاومة لن تكون لها دعم. أنت تقول أنه يعني تتمنى أن يعودوا، ولكن هناك مثل يقول لك أحيانا إعطاء أحدهم فرصة ثانية مثل إعطائه رصاصة إضافية لأنه لم يصبك في المرة الأولى. إلى أي حد سيكون لدى خط المقاومة بشكل عام من سوريا إلى إيران إلى حزب الله إلى المقاومة الفلسطينية وفصائل ثقة بعد اليوم بحركة حماس؟ يعني هو خلينا نقول فيما لو عادت إلى الخط، على اعتبار أنه حركة حماس ورقتها تحترق يوم بعد يوم في الجهة الإخوانية التي يعني يخسر مشروعها في المنطقة، وبالتالي يعني هي لن يكون لديها إلا خيار العودة والترجي لأن تعود يعني في المستقبل القريب. أنا أعتقد أن هناك ليس كل من حماس هو في خط الإخوان في هذا الخط وسيقبل بهذا الخط، أنا أعتقد أن هناك خط في داخل حماس لا يريد أن يعود إلى خط المقاومة، ونحن مع هذا، وسندعم أي خط
يقف في وجه كل القيادة، العناصر القيادية أو أي جهة في داخل حماس تريد أن تبقى في المحور الآخر. نحن سندعم خط المقاومة إذا كان هناك ثمة هذا، وهذا قد يجعل حماس تتشرخ أكثر من أو تنقسم على نفسها. هذه حماس اللي يعني المؤسف، وأنا بقول لك أنا لسنا سعيدين إحنا أنه يروح، لأنه هذا بيأذي سمعة شعبنا الفلسطيني. نعم. شعبنا الفلسطيني في 48 وفي الضفة الغربية وفي غزة إلى جانب سوريا، الفصائل الفلسطينية معظمها إلى جانب سوريا. نعم. لأنها هي مع خط المقاومة، لكن كل من يخرج خارج هذا الخط طبعا بده يؤذي شعبنا الفلسطيني ويؤذي سمعة شعبنا الفلسطيني. ولكن احنا شعبنا الفلسطيني دائما بوصلته المقاومة والمواجهة مع الكيان الصهيوني، فلا خوف عليه ولا ضير في ذلك. هل هناك خوف ايضا على القضية الفلسطينية وتحديدا على حق العودة بعد خروج سوريا من الجامعة العربية، والتي كانت هذه الجامعة تأخذ على عاتقها يعني هذا الموضوع؟ لا، هو ليس هناك خوفا على القضية الفلسطينية، لأنه في مثل عربي أنا بظل أكرره كثير في كثير من المحطات وفي الجلسات، بنقول طالما هناك صاحب حق يطالب فيه، يعني أي حق وراءه مطالب، فيبقى هذا الحق موجود. شعبنا الفلسطيني شعب عظيم، أمتنا العربية أمة عظيمة، أمتنا الإسلامية أمة عظيمة، هي مع القضية الفلسطينية. اليوم الخط المقاوم إيران سوريا وكل القوى التي تدعم هذا الخط، حزب الله، جماهير شعبنا، القوى الوطنية اللبنانية، القوى الوطنية الأردنية، الشعب المصري، الشعب العربي، كله إلى جانب القضية الفلسطينية وبوصلة القضية، فلا خوف على هذه القضية. نحن مقتنعين أن خط المقاومة هو خط صاعد، وهذا الخط يحقق انتصارات وإنجازات، وكل ما يقف في وجهه سينتهي وسيندثر. وهذا الكيان اليوم أزمته في داخله، ولم يعد الكيان الصهيوني الكيان السابق اللي خمسينات والستينات اللي كان يهدد العالم العربي ويطلع طائراته ويضرب أي نقطة في العربي، لم يعد هذا الكيان، لأنه الكيان يلا يحمي نفسه، لأنه خط المقاومة ومحور المقاومة حقق انتصارات، أبرزها انتصارات التي قامت فيها المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله في لبنان في عام 2000 وعام 2006 بدعم من سوريا وبدعم من جماهير شعبنا العربي. وهنا أنا هنا أحيي كل جماهير شعبنا العربي من مصر إلى تونس إلى كل الأقطار العربية، هذا الشعب الذي رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض كل اتفاقيات كامب ديفيد، وأصبح الكيان الصهيوني ليس له علاقات إلا مع بعض الأنظمة، تمثيل دبلوماسي لم ينزل إلى النسيج الاجتماعي في مجتمعاتنا. فهذا شعبنا العربي العظيم الذي رفض هذا التطبيع هو أيضا يدعم خط المقاومة، فلا خوف على القضية الفلسطينية، ونحن لنا ثقة أن خط المقاومة أننا سننتصر على هذا الكيان، وستعود فلسطين بإذن الله بفضل كل القوى، قوى المقاومة من سوريا إلى إيران إلى حزب الله إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى كل القوى الحرية والتقدم من روسيا والصين والهند وكل دول إبريكس. هؤلاء سيكونوا إلى جانب قضيتنا الفلسطينية، فلا خوف، وإن شاء الله هذا الحلف الاستعماري
30 جانب خط سوري، ومن شارع فلسطين من هنا تحيي التضامن. في شارع اليرموك هو الشارع اللي عرضه كله 200 متر إلى 300 متر بهذا المخيم، وكل الفلسطينيين الموجودين فيهم 160 ألف فلسطيني، بينما عدد سكان اليرموك حوالي 800 ألف، منهم كله من الإخوان السوريين النازحين. نعم. هلأ رمزية مخيم اليرموك هذه ووجود الفصائل وقيادات الفصائل معظمها في هذه المخيم أعطى هذه الرمزية. حينما دخلوا المسلحين إلى هذا المخيم كان هناك في لجان شعبية وفي بعض الفصائل تشارك، ولكن مشاركة محدودة في مواجهة لمنع المسلحين. هنا الحقيقة في لما دخلوا المسلحين إلى المخيم كانت بعض اللجان الشعبية. هلأ هناك كان بعض الاختراقات وبعض ضعاف النفوس في بعض الفصائل الفلسطينية، وهذولا انحازوا إلى المخيم أو بالأحرى لم يواجهوا المواجهة المطلوبة. شيء ثاني هناك مؤسف أنه خلينا أقول في كل الفصائل الفلسطينية، ونحن في الفصائل الفلسطينية 14 كنا دائما نتفق أن نجنب المخيمات الفلسطينية الصراع في داخل سوريا، وطرحنا هذا الشعار في اجتماعات الفصائل 14 فصيل الفلسطيني. نعم. فصائل المنظمة وفصائل التحالف. هذا شعار صحيح أن لا يتدخل الفلسطيني، لكن في شيء الدولة بلغت وقالت الدولة أنه إحنا لا نريد أن نتدخل في المخيمات الفلسطينية، ومسؤوليتكم يا فصائل أن تديروا مخيماتكم. الدولة حددت موقفها ولم تدخل إلى أي مخيم ولم تقصف أي مخيم. نعم. بالمناسبة، لكن في مسألتين لابد أن أؤكدهم. أولا، نحن إذا قلنا أن نجنب المخيم الفلسطيني الصراع في سوريا لا يعني أننا نحن حياديين أيضا في السياسة. لا، نحن في السياسة نحن مع سوريا ومع قيادة سوريا ومع الرئيس بشار الأسد ومع خط المقاومة. إذا مرأة للفتنة هي يعني هلا ليس أكثر. دخل المسلحين، دخل المسلحين حوالي 3000 عنصر دخلوا إلى المخيم في حال، ولكن ظل هناك بعض الفصائل تواجههم في أوائل المخيم، وتم موقف دفاعي الآن. وهناك اشتباكات يومية ما بين اللجان الشعبية المشكلة. نعم. ونحن فتح الانتفاضة جزء من هذا، وموجودين في أكثر من مكان وفي المخيمات نواجه هذه العصابات المسلحة من أن تمتد إلى مناطق أخرى. هذا هو الواقع الحقيقي. العصابات المسلحة التي أيضا يعني تريد تهجيركم هي جزء منها متواجد ضمن هذه العصابات أشخاص فلسطينيين؟ في بعض ضعاف النفوس أشخاص فلسطين، في حوالي يمكن من حماس؟ والله في من عدد كبير من الناس، يعني أنا لا أستطيع أن أؤكد من وين كانوا، لكن في شيء كان محسوب حماس، وفي شيء كان محسوب على فتح اللجنة المركزية، وفي ناس محسوبين على القيادة العامة، ويمكن في ناس محسوبين على فتح الانتفاضة. نعم. هؤلاء أو على الجبهة الشعبية، لكن هؤلاء كلهم لم مطرودين، مرتزقة يعني هم مرتزقة مطرودين من 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 فصائلهم. أنا أعرف يمكن احنا عندنا عنصرين ثلاثة مطرودين صاروا مع المسلحين، في من الجبهة الشعبية عدد مطرودين من الجبهة الشعبية، والقيادة العامة نفس الكلام، هم نعم. ليسوا محسوبين على الفصائل الفلسطينية. نعم. هؤلاء وضعاف نفوس، وهذا بطلع يعني موجود في شعب بكل تأكيد حتى من السوريين. بالتأكيد في موجود يعني. أختم مع حضرتك هذه الحلقة، انتهت للأسف الوقت انتهى، وكان هناك الكثير أيضا يعني من الأحاديث، كنا نود إن شاء الله في لقاءات مقبلة. الأستاذ زياد الصغير أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة، السيد أبو حازم شكرا جزيلا لحضورك. الله يخليك. شكرا لك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، شكرا لكرم المتابعة، نترحم على أرواح شهداء سوريا مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما للجيش العربي السوري المقدام التوفيق في أداء مهماته على الأرض. السلام عليكم.